إلى قطاع التربية الآن، وفي سيناريو شبيه بالسنة الماضية تداولت مواقع التواصل الاجتماعي دقائق عقب انطلاق امتحان شهادة التعليم الابتدائي مواضيع الامتحان، غير أن أصابع الاتهام وجهت لجهات أخرى غير التلاميذ. نتعرف على التفاصيل مع هاجر زيلف. بعد 10 دقائق فقط من انطلاق امتحان شهادة التعليم الابتدائي، مواضيع الاختبار تنشر في موقع الفيسبوك. سيناريو يطرح أكثر من تساؤل، أين هي توعدات الوزارة الوصية؟ ألم يجند للامتحانات الرسمية 3 وزارات؟ من هو ناشر الموضوع؟ الطاقم المسير للامتحان أم التلميذ؟ تصرف هذا تصرف غير أخلاقي، المهنة لا يمثل أبدا مهنة الأستاذ، هذا تصرف غير أخلاقي، وباش يكون التلميذ هو السبب، التلميذ السابع مستحيل يكون السبب. رغم تجديدات الوزارة وتوعدها بفرض عقوبات صارمة في حق الغشاشين، إلا أن هناك جهة تحاول ضرب القطاع وزعزعته في الصميم، وعدوى نشر المواضيع يمكن أن تصيب شهادة التعليم المتوسط وبعدها شهادة البكالوريا. هل يعقل تلميذ سنة 5 ابتدائي يستعمل طرق إلكترونية باش ينقي إلى آخره، وهو ممكن يخاف من خياله؟ هذا دليل بأن الآن نقدر نتأكدوا باللي حتى السنة الماضية كان أيادي خارجية تريد أن تمس أولا باستقرار القطاع وخاصة بمصداقية الامتحانات. قادر من أي موظف يصورها الآن الأمور طرق حديثة، لا 3G، يصورها بالهاتف ويبعثها في الفيسبوك إلى آخره. غالبا ما يكون التلميذ المتهم رقم 1 في عملية الغش، لكن شهادة التعليم الابتدائي كشفت أيادي خفية وراء العملية. ونبقى في نفس السياق، اعتبرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الأحد من ولاية إليزي أن الإجراء الجديد الذي يسمح للتلاميذ بإجراء الامتحان بمؤسساتهم التربوية من شأنه رفع نسبة النجاح، كما يسمح بالحفاظ على الاستقرار النفسي للتلاميذ في هذه السن، في حين ينتقل المؤطرون إلى مراكز أخرى لمراقبة الامتحان. أكثر تفاصيل مع مفدنا إلى إليزي الهاشمي خيراني. هاد السنة كل التلاميذ راهم يمتحنوا في المؤسسة تاعهم، وهذا الإجراء اللي يمكن يبان إجراء ما عندوش أهمية، شفنا مع التلاميذ الجو اللي راهم فيهم وتقبل تاعهم، تقبل تاع الأولياء والسلطات المحلية وكل الطاقم التربوي، شافوا باللي العدد اللي غادي يمتحنوا اليوم عدد كبير جدا، وخاصة عند الفتيات. لما قربنا مركز الإجراء مع هاد التلاميذ نظن باللي حتى في نسبة نسبة النجاح غادي تكون قوية. ومن جهة أخرى، استحسنت وزيرة التربية عملية إجراء الامتحانات لنهاية التعليم الابتدائي عبر مختلف المؤسسات التربوية بالوطن، مؤكدة أنه تم إلغاء الدورة الاستدراكية لامتحان نهاية الطور الابتدائي. على المستوى الوطني في أحسن ظروف، ورحنا ارتباط مع المسؤولين على المستوى الوزارة، وكل شيء توزع، وبدأت اليوم في كل المؤسسة. وراني نقول لكم على المستوى الوطني راه عندنا 13,000 مركز، هو شيء نقول لك تاريخي. كذلك التقييم المستمر اللي يزيد مع نتائج الامتحان، دونك عنده كل الفرصة باش ينجح ويدخل في السنة الأولى المتوسط.